لا، عشان في تدخلات كتير قوي، يعني الحامة دايما بتتدخل، بتخاف على ابنها لو عمل حاجة، لو جاب حاجة، ده جاب ده عمل. عندي السنة ده اتجوزت في بيت عيلة، أهل خطيبي متفاهمين جدا، ناس متعلمة تشتغل، ما عندهمش اعتراض على أي حاجة، حياتي مستقلة وأنا معاهم برضو. لو الأهل كويسين والعيلة كويسة ما عنديش مانع عادي اتجوز. عادي في بيت عيلة. لا، علشان بيبقى في مشاكل كتير. لا، عشان مثلا لو البيت عيلة ده بيت عيلتي أنا، هو هيبقى موقفه وحش جدا، مش عارف يعمل، يعني مثلا مش هيعرف يفرض شخصيته خالص. والعكس برضو، لا، ان انا لو في بيت عيلته هو مش هينفع، يعني اللي هو فين بقى الشخصيه في كده. اقبل ممكن اتجوز في بيت عيله. هو لا، لان هو طبيعي اصلا، يعني حتى لو مش في بيت عيله طبيعي بيحصل مشاكل ومواقف صغيره وحاجات، فاللي هو تجنبا يعني.